السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير انتزاد. اليوم الحصة تاعنا وين رفيق وحيد، يعني وين تكلم بأن كاين قضايا صارت تصدم الرأي العام، صارت تصدم الهيشر، سوف يعني ربما كاين هيشر، كاين ناس اللي كانوا خارجين قد يعاودوا يراجعوا حساباتهم، بأن الناس كانوا يكذبوا عليكم في ليزونسيو، كانوا يكذبوا عليكم، كانوا يعني يتلقاو أموال يعني باش يكذبوا، كانوا يتلقاو أموال باش يكذبوا، درنا لكم تسليمات تاع ذاك مسيلمة كذاب تاع اللي يقول لك بلي اتصلوا بينا ذاك المكلف بالإعلام هذاك هشام عبود ولا ما كيسموه، وين يقول لهم بلي عيطونا وقالوا لنا كثر خيركم درتوا الضجة تاع الفيفا بيتعاقبنا، وين يكذب ثاني كيقول لكم يا ودي يقول الجماعة يهدر مع ذاك المكلف بالإعلام يقول له راني صرت خرجة باش نفهم الناس باللي المدرب السابق ما يديش 208000 بيرو يهدر هاك وهو باغي يكذب. هذه هي اليوم يعني وين غادي الايام الجايه ان شاء الله بربي غادي تشوفوا امور، يعني امور اللي غادي تصدمكم يا جماعه، امور اللي غادي تصدمكم. كاين بزاف صوالح، كاين حتى خيانه وطنيه، كاين في الخيانه الوطنيه، الناس داخله في الخيانه الوطنيه، داخلين في الناس هذو صح. خلينا من هذو الفساد، يعني التسيير والاموال وصوالح، الناس داخله في الخيانه الوطنيه، الناس داخله في كما يقول لك بغاو يديروا يعني تاع لا استقرار للامن القومي سي محمد. كان الناس كانت داخله، الناس ولاو يديروا صوالح. أنا نقول لكم الناس ولاو على بالك عصابة خطيرة اللي كانت ضد الإصلاح الرياضي، يعني ما بغاوش هذا الإصلاح الرياضي اللي دايرته الدولة، ما بغاوش. من بعد نشوفوا هذا مصطفى معزوزي ونشوفوا هذا معطاوي واش يخبرونا، خاطش علاش أنهم يهضروا يعني شكيل برك. مازال معطاوي مازال ما حضرش على خرج يدافع على قضية تاع جيرون هذاك الآخر، ما عندكش الحق باش تخرج تدافع عليه نتايا، ما دافعتوش على مدى نتايا، ما هماتكش بطولة جزائرية، ما هماتكش تاريخ تاع بطولة جزائرية كرة القدم الجزائرية، قعدت توهين فيها وغاضك اسبانيولي، خاطش حنا على بالنا شكون اللي قال لك دافع عليه، اللي الكذبة تاع الكذبة اللي خرج قلت لنا باللي في السعودية دوموندي له بزوج ملايين اورو في الشهر باش يدرب. عرفتو كيفاش؟ هذه هي خويا، اليوم غادي نشوفوا أمور إن شاء الله بربي عن قريب، كيما يقول قريب العاجل، يعني ماشي آجل، عاجل إن شاء الله بربي، وين غادي الناس غادي سوف تصدم. غادي أنا قلت لكم جاي واحد الوقت، كنت نقولها لكم تغدى عيشة من القبر وتجيب الخبر، هذه كنت نقولها لكم. دائما نقول لكم، كنت نقول لكم كاين الخاين وكاين عساس الخاين، هذه كنت نقولها لكم. الناس كانت تستهزأ بينا من نقول لكم يا ودي تغدى عيشة من القبر وتدي الخبر، الناس قسم بالكم بلي رانا نستهزؤوا. هذه غنية قديمة الشيخ الجلالي عين تادس غناها، الشيخ الجلالي عين تادس غناها في وقت كان استعمار مي غناها وضربها الدور، قال له تغدى عيشة من القبر وتجيب الخبر. هذه هي قال له كان بكري هذا بن قطاط الله يرحمه ويرحم الشهداء، كان الحزب كانوا يخرجوا يديروا يعني مناظرات هكا في البلاصيط هكا ولا اي في ذاك الوقت. قايد جا قال له شكون هذا قطاط؟ هو بن قطاط وهذاك القايد بغى يقصر عليه، قال له شكون هذا؟ هذا مرتزق بغى يقصر على بن قطاط الله يرحمه ويرحم الشهداء، قال له شكون هذا القطاط؟ ها بن قطاط شاف فيه كيما هاك، قال له القطاط تكبر وتقبشك، تكبر وتقبشك عصابة كرة القدم. هذا المعاني قاع ليكم انتوما، وراه جا وقتكم، راه جا وقتكم. قلت علاه ما شفقتوش؟ ما قلتوش بلادنا
بالتالي اسمعوا تشوف اسمعوا تشوفوا اسمعوا تشوف اسمعوا تشوف لادي خوتي اسمعوا 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 اش راه جايكم اش راه جايكم. كنا نقولوها لكم حنايا ضحكتوا علينا واليوم ان شاء الله بربي غادي تولي تاع بصح. اسمعوا تشوف راح تشوفوا عده قضايا تخرج ستصدم الراي العام. مسلسل جمال بالماضي مانيش حاب نتوقف فيه كثير لانه اصبح من الماضي اكيد، ولو انه مازال ما بان اسكو يروح لا فيفا ولا ما يروحش. بجواز السفر الفرنسي بيان سور وزيد لا فيفا يفون دير كو المدرب الفرنسي جمال بالماضي سيقاضي ربما الاتحاديه الجزائريه، ماهوش مهم. المهم في قضيه لونترينور في حد ذاته دون لابسولي في المطلق المدرب، كاين مدرب اسمه جمال بالماضي كان يتقاضى 208 اورو شاك موا لو فيرمون يندار هو وليزاجون تاعو. تقول له بلي لا فيديراسيون عندها الاموال وتخلص لونترينور وهذا امر عادي، لونترينور يخدم لازم يخلص سي توتافي نورمال. القاعده ما تعملش على كل المدربين او على كل التقنيين. كي كانت لا فيديراسيون وقت على الاقل زفزاف وزتشي كنا يعني خلونا نعتقد انهم كل الامور تسير بطريقه جيده وسليمه، مي كانوا عده مشاكل شفناهم. يعني انكوري بعثوه 48 اور رادار اور ديلي اللي كيف يمينين ما قدروش يونجاجيوها في لي جوز اولمبيك، بون فضائح كثيره. لكن من الناحيه الماليه تم اكتشاف انه عديد من التقنيين الجزائريين والاجانب ما خلصوهمش، وين كان بالماضي والستاف تاعو يخلص وعايش برا الجزائر، دوتر كانوا عايشين في الجزائر يخدموا ما يخلصوش، منهم ليم. ليم كان شوف غادي نجبد لكم واحد فرنسي قلت لكم بعديه جابوه ضرب يامات وداروا وجبدوا العقد تاعهم على إقالة من جهة واحدة، وهو راح بالشكوى وغادي يدي وغادي توصل له لا عقلوا عليها اللي هما كاع متهمين معاه. سمعتوا سمعتوا الموريس خدم في لاكاف وجابوه هنا كاكسبير في الاربيتراج. كي جات لافيداسيون اكتويال صابتو في الجزائر قال لهم عندي اون اني ما خلصتش، يعني ملي جا ما خلصش. لافيداسيون اكتويال قالت لي اوبليجي تخلصوا تعطينا اندمنيتي ترو مون يعاود يروح، يعني ما يسحقوهش عطاو له اون اني وراح. المدرب فريد بن سيتي والادجوان تاعو اللي جا يحكم الفريق النسوي هو مدرب جزائري وعنده ان سيفي رائع جدا، جا ما صابوش يجي ويروح كلموا معاه قال لهم انا مانيش خالص بريتمون ايراني. قال حتى انت اللي ماشي خالص وانت ماشي خالص. قال نو هذا والادجوان ديالي ماشي خالص سيتي دون لوبليغاسيون يخلصوه باش يكمل يخدم. ديجا راهم ثلاثه عندك فيتشانتي اللي كان في خميس مليانه الاسبانيول اللي جابوه ما خلصوش وشال على الجيري وربحهم. عندك مراد صلاطلي حكم لي اي 18 ما خلصش. عندك ولد علي اللي كيب ايفان طروا ما خلصش. عندك بن عمروش اللي كيب فوتسال ما خلصش. كل هاد الناس ما خلصوش، كاين سبعه ولا ثمانيه تقنيين ما خلصوش، وهاد المشاكل ورثتهم لا فيديراسيون اكتويال. يعني سيس نيتي با يعني لا فيديراسيون اكتويال اللي حبوا يحاربوها اليوم لي رولي تاعهم اللي راهم كامل يروحوا لعندهم اللي ما يعرفوش يفورمولي جمله مفيده راهم يروحوا لعندهم شاكت حاب يضرب لا فيديراسيون بور ان انتيري بيرسونيل. من بين لي زانتيري اللي حابين الناس يحافظوا عليهم هو عدم الكشف عن فضائح تسييريه، ولكن في المستقبل القريب راح تشوفوا عده قضايا تخرج ستصدم الراي العام. عجبتني 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 هذه عجبتني هذه با 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 هما هما يعني عيسى راح تشوفوا عدة قضايا تخرج ستصدم الرأي العام. راح تشوفوا عدة قضايا تخرج ستصدم الرأي العام. راح تشوفوا عدة قضايا تخرج ستصدم الرأي العام. أيوا هذه يا خويا بتسمعوها مليح. حلي أمور غادي بزاف 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 ما شبقوش ما شبقوش. سورتو شوف أنا واحد من الناس نصحت هذاك زبزاب يا زبزاب قلت له غادي يجيبوك يا زبزاب. كنت مقي يا زبزاب والله لا كنت مقي نور ما تخد روحك على ديال كرسي كرسي اللي قعدت عليه معمر زبل شاف دينا مارا انتيليجون تربحوا باي باي شاف رجب فيها صابها صابها ما تخرجش خاطر على هذاك الاطار تاع الدوله اللي شاف الاطار تاع الدوله اللي شاف خويا باي باي قال لهم ما ودي انا نستاقي نمشي هو من بعد تبان باي باي اي تربحوا. هذه هي ها الناس اللي تخمم هذاك. انا قلت لكم قلت لكم شاف دين الاخر سويسم جايبينه باش يحطوا المصالح تاعهم فوق الجزائر ونجحوا فيها معاه نجحوا معاه. بصح اليوم هما على حاربوا على حاربوا وليد صالي حاربوا وليد صالي طايقين دوك كلام ممكن هذا المسيلمة كذاب ذاك بو كذبة طايقين لازم تفيق علاه هذوم يحاربوا. هذه يا خويا
لا تنساوش تعطوا لاجيم كومونتير وبارطاجيونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دايما معكم بجديد. اللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيح.